الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تتكلم عن عظمة توحيد الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا أي وحدوا الله عز وجل، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك. وكلمة الظلم في هذه الآية لما سمعها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، قال لهم أولم تسمع قول العبد الصالح لقمان لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك فالظلم في الآية معناه الإشراك بالله عز وجل. فالآية دي ربنا سبحانه وتعالى دار من الناس إيمان خالص، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، دال عندهم فائدتين، قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون لهم الأمن من عذاب الله عز وجل وهم مهتدون كذلك على هداية. فأي ذول خلط عمله بنوع من أنواع الشرك ده أشرك بالله عز وجل، لأنه كثير من الناس بيفهم إنه خلاص يقول لك أي زول قال لا إله إلا الله معناه الموضوع انتهى، يقول لك ده مشير الشهادة، بالذات الكلام ده بيقول لك الصوفية، يقول لك الصوفي يقول لك ده قال لا إله إلا الله يا مولانا خلاص انتهى الموضوع، يقول لك لا ما انتهى ما انتهى، لأنه الأدلة بتقول شنو؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، وفي الحديث قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد شنو من دون الله. فإن الحديث يبين لك إن النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بالنطق فقط، ما اكتفى شنو بمجرد نطق وتلفظ الشهادة، لأنه لو النطق فقط يكفي المنافقين ده معناه خلاص يخشوا الجنة، لأن المنافقين كانوا بينطقوا الشهادة، بينطقوا شنو يا اخوانا؟ المنافقين بينطقوا الشهادة لكن كفار في الدرك الأسفل شنو؟ من النار. فلابد تفهم المعلومة دي كويس، وأي زول داعي للتوحيد لابد يبين للناس المسلمين هذا الأمر تماما. فربنا في هذه الآية داير الزول يكون مؤمن إيمان خالص كل الإيمان، لأن الليلة يجيك واحد عنده يقول لك ده صلى وصام وبتلفظ بالشهادة كويس، مع عمل أي عمل من أنواع الشرك يقول لك لا لا ده خلاص ده كويس، ينادي غير الله زي حميرة ده بتاع الحمامات ده، ينادي غير الله، ينادي المشايخ، ينادي البرعي، وينادي الصايم ديما، وينادي المشايخ والشيوخ بيعلموا الغيب والشيخ بيدي جنة، يقول لك لا مش قال لا إله إلا الله أي خلاص، لا ما خلاص، منو قال لك خلاص؟ فلابد الانسان ان شنو؟ ان يلتزم بلوازم لا اله الا الله، وان يكون موحد توحيد خالص ما عنده اي شايبه من شوائب الشرك بالله عز وجل اطلاقا. ربنا قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيكون ايمانا خالص. لكن دال بيجي يفسر لك الشهاده تفسير خاطئ. أول حاجة الصوفية يقول لك لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، يعني بفسروا لك بتوحيد الربوبية إنه الله خلقنا ورزقنا، والبيقتصر البيقتصر على الفهم ده ما عنده أي فرق بينه وبين شنو؟ بينه وبين المشركين الأوائل ما عنده فرق. لأن أبو جهل ذاته لو سألته قلت له الخلق الكون منه؟ الخلق ورزق وبيدبر الكون منه؟ بيقول لك الله. قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون شنو؟ ف
فسيقولون الله. ابو جهل عارف المعلومه دي، عارف انه خلق الكون ده الله، والخلق السماوات الله. طيب عارف انه الخلق منه، الخلق الكون ده الله والمدبر الله، ده ابو جهل ذاته. لكن مشكلته شنو؟ قال ما بيفرد العباده لله، دار يضبح بيضبح لشنو؟ لجماعه دل، والنذر والتوكل كله على الالهه الباطله. عشان كده ربنا قال والذين اتخذوا من دوني اولياء قالوا ما نعبدهم شنو؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. عرفت الحاصل؟ ده الموضوع هنا. النازل قالوا احنا بنعبد النازل وبنخليه، ده واسطتنا بيننا وبين الله. عرفت كيف؟ عشان كده ابو جهل كان مشكلته الاسبوع الفات حميره ده قاعد يكذب، قال ده بيقولوا لك ابو جهل موحد كذاب. منو قال لك ابو جهل موحد؟ قلنا لك انت ما سمعتها غلط، قلنا لك ابو جهل افضل من شيوخك اللي قاعدين هسه في جزئيات. عرفت كيف؟ لانه ناسك دال في الشرك بالله فات ابو جهل بغادي. عرفت الحاصل؟ فات ابو جهل، ابو جهل عارف الخلق الله. البرعي بتاعك بيقول لا، البرعي بتاعك ده قال الاولياء بيخلقوا مع الله. والله جد الجفري ذاك الحبيب الجفري ده بيعتقد انه الاولياء بيخلقوا مع الله عادي كده. قال في الايه فتبارك الله احسن الخالقين، قال هاي الله بيخلق لكن في زول ثاني، لكن الله احسن الخالقين. شفت كيف؟ ده اللي بيعتقدوا عديل انه في بشر خلقوا الله بيخلق مع الله. ده ابو جهل ما قاله، والله الذي لا اله غيره، ابو جهل ما قال كلام زي ده. عرفت الحاصل؟ اطلاقا ما قال كلام زي ده. عشان كده الشيخ محمد امان الجامي، الشيخ محمد امان الجامي قال في الاول ما كان في شرك في الربوبيه، لكن جاء الصوفيه، جاء الصوفيه ناس البرعي وناس المكاشي وغيره، ده رجعوا الناس في العقيده اسوأ من المشركين الاوائل، لانه عندهم شرك في الربوبيه. الخدميه بيقول لك الشيخ شنو؟ الشيخ متحكم شنو في الكون؟ بيقول لك حسن بكم في الكون متحكم، ده الصوفيه. ونحن هم نخليك والله يا حماده تتردم ردم لو انت تتكيف انت ذاتك. اسوأ من نخليك. لانه ده يا جماعه دارين يعلموك الشرك بالله عز وجل، ومش اي شرك. الشرك ما وقع فيه ابو جهل ولا المشركين الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حارب ناس بيعتقدوا إنه الخالق الله والرازق الله والمدبر الكون الله، حاربهم بالسيف، فما بالك يعني الآن بنحارب؟ عشان كده لابد تكون شنو؟ تكون الحرب أشد لهؤلاء الناس. دي فايرة تأخذها. دال لابد يحارب وحارب أشد. كويس معاك؟ لأنه دال شركهم أغلظ وأشد من المشركين شنو؟ من المشركين الأوائل. في هذا الجانب فدال علموك الشرك في الربوبيه، انك تعتقد انه الشيخ بينزل المطر زي ما قال الخنجر. والله دال ما خلوا لله حاجه اطلاقا، الصوفيه دال ما خلوا لله حاجه، اي حاجه حقت الله شالوها ادوها للشيخ. وبعد يجيك واحد يقول لك ما تتكلموا في الناس، يقول لك لا لا ده مات. منو قال لك الزول المات ما بيتكلموا فيه؟ قال لك الكلام ده منين يا بليد؟ مش مات هاي الزول المادة، زول محترم ولا صوفي؟ صوفي هاي بيتكلم فيه. المادة تابع للترابي، تابع للترابي بتكلم فيه، مش تابع لزول مجرم بيقول كلامه بينشر في عقيدته بتكلم فيه، لأنه زول بينشر الضلال. عشان كده في البخاري قال مرت جنازة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال فأثنى عليها الناس خيرا، الناس كلهم قالوا يا سلام ده زول كويس، جنازة يعني زول ميت. قال مرت جنازة أخرى، جاء جنازة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد والصحابة قاعدين، قال فأثنى عليها الناس شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، والأولى ديك برضه قال فيها وجبت. بعد ما الجنازة فاتت الصحابة ما قالوا له يا رسول الله ليه تكلمت في الزول الميت؟ لأن الموضوع ده كان فاهمينه، الموضوع ده فاهمينه تماما. سألوه عن وجبت في الأولى ووجبت في الثانية، قالوا له ما وجبت يا رسول الله. قال لهم الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، يعني شنو؟ يعني وجبت شنو؟ وجبت لها النار. ده دليل قاطع كما قال الشيخ ابن باز في الكلام في زول الميت، زول ما تصير واطة دي.
تتكلم فيه واذا كان عنده ضلال زي البرعي ده. البرعي بتعرفه؟ بتاع زريبه كويس معاك ولا ما بتعرفه؟ في ناس مين تقول لي البرعي طوالي بيضحكك لانه بيعتقد انه بتجيب حاجه. هذا ليه؟ البرعي ده مات وشبع موت، مات بس مين تعرفه؟ الزول ده كان بيحارب التوحيد. لمن مات بيحارب التوحيد ده يا زول؟ كنا نقول يا الله الف لك قصيده، قال بناديهم حيين ميتين بناديهم، في كل قضيه بناديهم حيين ميتين بناديهم. هذا ما متعمد؟ الزول رايك فيه شنو؟ زول بينشر في الشرك بالله عز وجل لغايه ما مات ربنا ابتلاه لك بحصوه. ده البرعي بتاعك ده جاته حصوه في كلوته، حاجه صغيره كده نجبته انتهت لك منه، انتهت منه مره واحده. بقى كورك بدل ما يقول يا الله بقى كورك، قال هو يا ابو التايا ويا حامد بعصايا. البرعي التايا وينه؟ لحقتك ما لحقته، التايا لحقته؟ التايا ما لحقته وبعصايا ما لحقوه، والبرعي مات وشبع مات كويس؟ خلي بالك معاك وبنتكلم فيه، مش مات بنتكلم فيه لانه عنده ناس تابعينه، عنده ناس تابعينه وماسكين في كلامه ده. والزول ده الف كتب، خليك بالك معي، الف كتب وناشرها في السوق. قال النابة خطب في البلاد نزيله، قل يا ولي الله اسماعيل. البرعي قال لك يا زول لو جاتك مصيبه كبيره ما تقول يا الله، قول يا اسماعيل الحقني، ولو قلت يا اسماعيل الحقني اشركت بالله، ولو مت على الكلام ده بتخش جهنم ما بتمر منها تاني. طعن، لو اعتقدت عقيده البرعي ده بتخش جهنم، لو مت على العقيده دي جهنم خالدا مخلدا فيها. عرفت الحاصل؟ فتعالى منا اخوانا ديل ناس دعاة الى الشرك بالله عز وجل، لا رجع يبيع لك حجبات زي دي. انت قايل حميره ده قايل شنو؟ انت قايل حميره ده انت قايل شنو؟ الزول ده ناظر شيخ مزمل هنا كان بدوق للشيخ، والله انا حاضر بدوق للشيخ تلفون، والله انا معجب بيكم وبحضر في اليوتيوب، والله لما بيجي احضر اليوتيوب الله يعني. حميت الحمامات ذات عمك ذات، والغريبه سبحان الله الزول ده الله زلو، والله محل ما مشيت يقول لك حضرنا مناظرة حميدة شيخ الحمامات، بقى معروف في العالم وفي الكرة الأرضية بحميدة شيخ الحمامات. أنت الحاصل؟ ربنا زلو كويس معاك؟ والله جد ربنا زلو، جا راجع الشغلة ما فلس. في ناس قريب خفيف زي واحد زمان فنان، في فنان زمان قال تاب وخشب عن صار السنة ومشى الإمارات مسك له مسجد، بعد فترة قال راجع تاني للغنى، قال لا هذول مالك قال فلسته ده رجع على الشرك تاني، ده حميد لانه فلس. زول زي راشد الكرش اللي مغلباه، دار بيشرك دار يعيش بكفر دار يعيش يبيع الحجابات للناس كويس معك؟ انا دار اسال سؤال يا حميده، عندك حجاب بتاع سكين ما بتاكلك؟ تعال جيبه لنا هنا ده حميده، عندك حجاب السكين ما بتاكلك؟ احنا دارنا تقول كلام زي ده، والله يوم يا اخواننا الزول ده يتورط يقول عندي حجاب السكين ما بتاكلني بتجيبه هنا عشان ادخلها فيك نرتاح منك كويس معك؟ لكن بعد ما تكتب تعهد لا الشغله دي واقع علينا كويس، انت الحاصل تكتب تعهد قدنا بالبوليس لا عارفين الشغله دي تمام، قبل كده واحد قطعنا له اثنين هناك في السوق العربي اعطانا الشات قطعنا عليه، كاتب لك حجاب زي ده داري ورطك داري ورطك والله كاتب لك حجاب زي ده كويس معك؟ ده شرك بالله عز وجل كويس؟ يقول لك انت سكين ما بتاكلك والجبخانه ما بتجي فيك، ده كله كذب، شغل بتاع سحر كله. شغل شنو يا اخوانا؟ ده شغل سحر. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركه احد واحد من المشركين ضرب النبي عليه الصلاه والسلام، ضرب بالسيف على خوسته، قال له غايه ما دخلت الخوسه في وجنتي النبي عليه الصلاه والسلام وسال منه الدم. ده نزل على القران ذاته، نزل عليه شنو؟ نزل على القران ذاته عشان تعرف انه الشغله دي ما قران، ده شرك كله شرك بالله سبحانه وتعالى. نازل دارين يغشوا المسلمين والشغله دي محرقاهم ليه؟ الشغله دي محرقاهم ليه؟ لانه ليه يا اخواننا في ناس كتار زيكم بدا يفهم يا اخي النازل بيغشوا الامه السودانيه دي الا من رحم الله. يجي واحد يقول لك والله اكتب لك حجاب ما تموت، قال الا كان الله كتب لك تموت. وارد قلت لك واحد في الخلا هناك قال ببيع حجاب الذهب، والله حجاب قال الحجاب ده تلبسه
بوريك الذهب وين. في جماعة بيشتروا زي حمينا ده بولا ده، والقاعدين مع حمينا بولا ده زي ده كده بيشتروا في الحجبات. واحد كده بس شغل مخه شوية كده قال لها زول الحجاب ده لا بوريك الذهب، انت بتبيع حجبات؟ ما كان ما شاف لي 12 كيلو 50 كيلو ناس بيقوا كيلوات ما شاء الله ربنا رازقهم، عرفت كيف؟ ده كله شغل كذب. لكن واحد لما يفلس بيجي يلعب بالدين، يلعب بشنو؟ ولما يلعب والله حمينا ده لو بقى بتلب البيوت والله ما بنتكلم فيه هنا، لو بقى بتلب وبينشل في السوق بابنا ساله. لكن مجرد ما جاينا ده دار يدجل ويعلم الناس يشترك بالله، وجاب عمك بسرور لما كسرها ده. عمك اللي اسمه مين ذاك المشرك ذاك اسمه حامد بابقر، عمك الوشايم ده طبعا انجغم مرتين في حلفة هناك انجغم، وفي يوم ثلاثة هناك انجغم، موضوع منتهي خلاص، موضوع مستحمي. الصوفية دي انضربت في البلد يا جماعة، أنا أبشركم الصوفية دي شيخ كده عندهم بناظر ما في. اللي زارق ده قبل 10 سنة شيخ مزمل ده ناظره في الداخلية، والله جد مناظرة أقل من 5 دقائق. قام قال للشيخ جيب لي آية إنه الله في السماء. شيخنا قال يا ربنا قال آمنتم من في السماء. اللي زارق قال له من في السماء ده الملائكة. قال له قلت الملائكة هاي، قال له في آية تانية ربنا قال ويخافون ربهم شنو؟ من فوقهم. لذلك نزل الشيخ رمى من فوق، والله قد الطلبه ده جلدوا لك لذلك ده جلد نظيف لما طردوا برا. بعد شويه لما انزنك طبش مشى وين؟ لذلك مشى امريكا، والخنجر طردوه من جامعه ام درمان الاسلاميه بقلافي. كويس معاك؟ عمك ابو سلوم مكسرات ده ما عنده حاجه، ده وحماده الصوفيه خاتنهم زي الكلب في خشم الباب. عرفت الحاصل؟ حماده ده عارفين انه لا عنده طايوك زي القران بيقراه غلط. الصوفيه خاتنه شنو؟ زي الكلب. شفت الكلب في خشم الباب؟ بس يا هويو لانه حماده ده لو كسر رقبته ما يبقى خليفه ولا يبقى شيخ طريقه. احنا عارفين الحاصل. لانه ذلك بيقول لك اسمع جدك الرسول؟ لا ما جد الرسول ما بتبقى. الله يجد والله يكون قاعد هنا بس يجي يبيع حجبات. واسق على نفسه شغال حاجه يقول لهم والله احنا نحرر لكم الوهابيه ديل ادونا قروش. والله يجد تحاربنا احنا؟ طب تعارف يا الله ظل. والله انا ابقى لك في حلقك ده لما تعمي، والله انا اردمك ردم لما تتكيف. عرفت الحاصل؟ ده ما عنده موضوع. فخلاصه الكلام يا اخواننا، الناس تتبع الكتاب والسنه على فهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ما في حاجه اسمها صوفيه في الدين. صوفيه دي باطل كلها. الصوفيه دي باطل. ما في حاجه اسمها صوفيه ولا في حاجه اسمها اخوان مسلمين. دي كلها مناهج منحرفه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك اتبع الكتاب والسنه. تركت فيكم امرين ما يتمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. قال كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا إن شاء الله أقدم الأخ الشيخ الفاضل شهاب عوض ذلك، وصلي اللهم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.